السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايب قلبي؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. تعالوا بينا نشوف هنعمل ايه النهاردة. هنعمل الكحك. طبعا كل سنة وانتم طيبين، العيد خلاص على الابواب. يا رب يعود عليكم الايام بالخير واليمن والبركات. يلا بينا نشوف بقى مقاديرنا السهلة البسيطة. قومي كده اتشجعي واعملي لولادك كل حاجة جميلة من ايديكي. معايا حبايب قلبي 2 كيلو من الدقيق، طبعا ده يعني متعدد الاستخدامات، او بالاخص يعني الدقيق ده حلو جدا، بينفع معايا في كل حاجه، في البسكوت والكحك، وكمان بيبقى حلو جدا في الكيك. طبعا مش كل الدقيق بينفع، ولكن ده نوع حلو جدا انا معتمداه في كل وصفاتي. معايا كمان كيلو واربع معالق من السمنه، معايا 5 معالق من السكر البودر، كمان معايا ربع معلقة صغيرة من الملح، 3 معالق من ريحة الكحك، 4 معالق من السمسم المتحمص، كمان هحتاج ربع معلقة من الخميرة وربع معلقة من البيكنج باودر. هحتاج كمان معايا على الاتنين كيلو دقيق هحتاج كوباية من المية الدافية. طيب هحشي بقى الكحك بتاعي بإيه؟ هحشي طبعا بالعجوة وبالملبن. أنا جبت العجوة و حطيت عليها معلقة من السمنة اللي انا استخدمتها دي. طبعا احنا عملنا مع بعض ازاي نسيح السمنة بطريقة سهلة جدا جدا وموفرة، وكمان حطيت عليهم معلقتين صغيرين من السمسم المتحمص ومعلقتين من اللبن، وبدأت ان انا اعجنهم واعملها كور دي اللي انتوا شايفينها علشان اسهل عليكم الفيديو وما نطولش مع بعض. كمان جبت الملفل حطيت عليه برضو نفس الحكاية، حطيت عليه سمسم بس وعجنته كده وعملت كور علشان نسهل على بعض الدنيا. يلا بقى نشوف الطريقة ونقول بسم الله. حاجة حبايب قلبي نقول بسم الله. انا معايا البولة بتاعتي او اي حاجة انا هستخدمها، يعني ممكن لو عندك العجان تستعمليه. هبتدي اخد السمنة بتاعتي، بسم الله الرحمن الرحيم، وانزل بيها كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يلا حطوا لايك لسمسمة علشان خاطر الفيديو ده يترفع واكتر عدد من الناس يشوفوه. طبعا ما تنسونيش لو انتم مش مشتركين اعملوا اشتراك وفعلوا الجرس على الكل علشان توصل لكم كل حاجة جميلة احنا بنعملها. كمان هنزل بالسكر، هنزل بالسكر البودر، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا السكر البودر بندخله علشان لو في اي تكتلات او حاجة، وهبتدي ان انا اضربهم مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، هضرب كده كويس. حابة ان انت تضربي بالعجان او بالمضرب الكهرباء مفيش مشاكل. انا بصراحة يعني استقربت الدنيا النهاردة ومرضيتش استعمل المضرب الكهرباء لحد ما احس ان السكر بتاعنا داب وبقى معانا زي الفل ولون السمنة فتح شوية. زي ما انتوا شايفين انا بضرب كده او بخلط. طبعا بدأت لون السمنة يفتح معانا وكمان السكر يدوب. طبعا انتوا عارفين ان السكر البودر بيدوب بسرعة يعني. طبعا مش قادرة اقول لكم على ريحة السمنة، بجد تحفة جدا يعني، انا بجد لازم هجربها دايما. زي ما انتوا شايفين لون السمنة بتاعنا فتح عن الاول طبعا كتير. هبتدي طبعا دلوقتي في المرحلة دي انزل بالدقيق. هنزل يا حبايب قلبي كده بالدقيق، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا معايا المصفى بصفيه برضو علشان لو ايه، او هنخله علشان لو في اي تكتلات او في اي حاجة او شوائب او حاجة يبقى معايا كويس جدا، وكمان بيدي هشاشة لاي حاجة يعني. انا دايما بحب ان انا انخل الدقيق علشان خاطر يديني هشاشة للوصفة بتاعتي، سواء كيك او اي حاجة انا بعملها، او بسكوت او بتفور. طبعا هنعمل مع بعض البسكوت والبتفور، وبرده عملتهم السنة اللي فاتت على القناة، كانت طريقتهم بصراحة حلوة جدا وكتير منكم جربوهم وقالوا لي ان هي عجبتهم جدا جدا الوصفة. هكمل انا بقى كده بالطريقة اللي انتوا شايفينها ونرجع نكمل كل التكات والحركات. نيجي يا حبايب قلبي لأهم خطوة علشان الكحك بتاعك يبقى ناعم وما يشققش، لازم نعمل الخطوة دي اللي هي احنا لازم نبس الدقيق والسمنة مع بعض كويس جدا. كل ما هتبسي العجينة او هتبسي الكحك هيطلع معاكي ناعم وجميل جدا. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم،
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. زي ما انتوا شايفين كده هفضل ابص فيه بحيث ان انا ادخل كل السمنه في قلب الدقيق ويبقى معايا ناعم وجميل كده. بسم الله ما شاء الله، هيعجبكم جدا الطريقه. كل ما هتبصيه اكتر كل ما هيبقى معاكي حلو جدا وناعم، وكمان مش هيطلع معاكي ناشف ولا حاجه. هنفضل يعني من 10 دقايق لربع ساعه، لو تقدري اكتر من كده كمان اعملي. طبعا سوري ان انا بستخدم ايدي، بس انتوا عارفين ان انا مش بحب البس الجلافز، بتضايق منه بصراحه، وبحب اشتغل كده واحس الحاجه بايدي، طبعا بيكون افضل ليا. هنفضل نبس كده لحد ما يبقى معاكي تحفه جدا. طبعا مش هطول عليكم الفيديو، مش هنقعد مع بعض طول الفيديو نبس في الوصفه، ولكن كوني حريصه ان انت تبسي الكحك كويس جدا. مش قادره اقول لكم بقى على الريحه، بجد ريحه السمنه البلدي واو تحفه جدا. هكمل انا بقى بس ونرجع نكمل كل التكات والحركات. حبايب قلبي انا كده خلاص بسيت العجينه بتاعتي او الكحك بتاعي. بصوا بقى بسم الله ما شاء الله عامل زي حبيبات الرمل المبلوله. بصوا بس طبعا مش هو ده اللي احنا عايزينه. انا بسيته حوالي ربع ساعه. نيجي دلوقتي بقى لمرحله الخميره ومرحله الملح والحاجات الكتيره دي اللي احنا هنحطها، اللي هي مقادير الكحك، ريحه الكحك والسمسم والبيكنج باودر والحاجات دي. يلا نقول بسم الله. لو وصلت معايا في الفيديو للوقت ده ما تنساش تحط لايك لسمسمه واعمل اشتراك حلو زيك كده علشان بيكم وليكم نكبر ونكسر الدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم. هضيف السمسم وريحه الكحك، الملح، هحط طبعا دول علشان 2 كيلو من الدقيق، فانا هحط معلقة صغيرة مش مليانة من الخميرة، يعني على كل كيلو دقيق احط ربع المعلقة. زيهم برضو بيكنج باودر عشان يدي هشاشة كده للعجينة او للكحكة ما تبقاش مكتومة. هخلط بقى كل دول. بسم الله الرحمن الرحيم. ريحته يا جماعة بجد تحفة تحفة تحفة. الطريقة دي هتعتمدوها وهتدعولي ان شاء الله. طبعا كلنا بنتعلم من بعض. انا كنت عاملاها السنة اللي فاتت بطريقة تانية، وعملت برضو قبل كده على القناة طريقة كحك برضو تانية، وعملت كعب الغزال برضو للي حابب. عملنا حاجات كتيرة مع بعض، تقدروا ان انتوا ترجعوا للحاجات دي كلها في الفيديوهات القديمة. خلاص هخلط كده واتاكد ان كل المقادير بتاعتي دخلت في بعضها. شايفين بسم الله ما شاء الله عامله زي الرمله المبلوله بالظبط، وريحتها بجد واو. في الوقت ده يا حبايب قلبي بعد ما خلطت واتاكدت ان كله بقى مخلوط كده مع بعضه، معايا كوبايه الميه الدافيه هنزل بيها كده، بس مش هنزل بيها كلها، هنزل بالتلات ارباع بس لحد ما اشوف العجينه بتاعتي هتحتاج، لان الدقيق بيختلف من نوع لنوع، بس هو غالبا هياخد الكوبايه. هبتدي ان انا اقلب كده. طبعا انتوا عارفين ان الكحك ما بيتعجنش، احنا بس مجرد ان احنا هنخلط كل الحاجات الجميله دي مع بعضها. الكحك يا جماعه لما بيتعجن كتير بينشف، وكمان الدقيق بيطلع له عرق كده، وطبعا ما ينفعش في الكحك ان احنا يبقى موجود في عرق خالص. هياخد زي ما قلت لكم الكوبايه. نعجن بقى كده وبعد كده نشوف كل التكات والحركه. حبايب قلبي انا خلاص خلصت الكحك بتاعنا. زي ما انتم شايفين بقى معانا جميل جدا وطري وحاجه كده اللهم بارك. بصوا علشان تعرفوا كمان ان احنا وصلنا للنتيجه ان شاء الله المضمونه، باخد قطعه كده بصوا ما شققتش ولا حاجة، ده دليل ان العجينة بتاعتنا ناجحة 100%. طبعا الكحك ما بيخمرش يا جماعة، لازم نشتغل فيه على طول، بس انا لازم اغطيه كمان بكيس علشان خاطر يبقى معايا طري وما ينشفش، لكن انا هبتدي ان انا اشتغل فيه على طول.
نجيب بقى الصينية بتاعتنا الحلوة دي. انا طبعا بدأت ان انا دلوقتي اشغل الفرن على درجة حرارة 180 علشان خاطر يسخن كده، على بال ما احط كده الايه، على بال ما اشكل العجينة بتاعتي او الكحك بتاعي. طبعا انا من النوع اللي برضو مش بحبه يكون كبير، انا بحب الكحكة تكون صغيرة ورقيقة، يعني تبقى قطمة قطمتين بالكتير مش اكتر من كده. ما بحبش الكحك اللي هو بيبقى كبير قوي ده او حجمه كبير قوي. باخد كده حسب بقى، في ناس بتحبه كبير، دي اذواق. باخد كده قطع وبحط فيها العجوة وببتدي ان انا اقفلها كده، والزيادة اللي فيها بشيلها واظبطها بقى كده علشان تبقى معايا متساوية كده وشكلها متناسق وحلو. خلاص طبعا بسيب فراغ بين الكحكة والكحك. هعمل معاكم برضو كده واحدة بالملبن علشان طبعا ما اطولش عليكم الفيديو وتملوا مني. اهو بصوا، يا رب تكون الكاميرا موضحة. اشيل الزيادة دي كده وابتدي ان انا اساوي الكحكة بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. حابة بقى ان انتي تستعملي المنقاش مفيش مشاكل، حابة تستعملي الطباعة، انا عندي الطباعة هستعملها وهوريها لكم دلوقتي. حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الكحك بتاعنا خلاص خرج من الفرن، وطبعا سبته لما برد وبدات احط عليه كده السكر البودر. بسم الله ما شاء الله، حاجه كده فاخر من الاخر. شايفين الجمال والحلاوه؟ بسم الله ما شاء الله، الكحكه معانا صغيره وجميله جدا بجد. الطريقه دي هتعجبكم جدا جدا. يا رب اكون فدتكم ولو بحاجه بسيطه. طبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسنيش من اللايك والشير والسبسكرايب علشان بيكم وليكم نكبر ونكسر الدنيا. طبعا ما تنسوش تحطوا لايكات كتيره للفيديو ده علشان اكبر عدد مننا يشوف الجمال ده كله ويستفيد، وطبعا كلنا بنفيد بعض وبنعلم بعض. شكله حلو جدا وطعمه وريحته اللهم بارك كانت قلب الدنيا. اتمنى اكون ضيفه خفيفه معاكم. طبعا ما تنسونيش من الدعوه الحلوه، وان شاء الله مع فيديو جديد وتكات وحركات سمسمه. بصوا الجمال والحلاوه يا سيدي، حاجه كده عظمه.